السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عنا الوحش نسيم، دائما نسيم بيجيب لنا بسس وكلاب حياية ما خلاش اشي. وسيم نسيم آسف صار منقذ للحيوانات. اليوم شو جايب لنا؟ كنفل. بس ذبحتني انت نسيم، انا بقدرش اضل اعالج البسس والهي موتني، خفف عني شوي. جايب لنا كنفذ، يبدو انها انثى وحامل صح؟ هات كفه هات. لا هي كفه خلص استنى. كنفذ تعالي. طبعا معروف الكنفذ لما بتحمله بكعبل حاله زي الفوتبول. فيش عليها كراد. وين زقطتها يا عي؟ طلع كيف غبت راسها. هاي من هاي كراد عليها، شايف الكراد بهاجم الكنافد؟ مستحيل، قلت لك الا يكون عليه كراد. الكنافد مسكينه بهاجمها الكراد كثير، بلتصق فيها وبمتص دمها. ممكن هي عندها طريقه تخلص حالها، لكن الله اعلم. لكن هي في عليها كراد. هاي الكنفد ما بضرش. الكنفد بوكل عكارب، بوكل ام 44، بوكل كل شيء مفيد، يعني تواجده حوالين المنطقه مفيد. فانا بفضل يا نسيم، شو رايك تفلته محل ما مسكته؟ منيح؟ ماشي. ولا بدكش؟ لا باخذه محل ما مسكته. منيح بوكل. خلص افلته محل ما مسكته لانه مفيد، مفيد جدا. احنا لو فلتناه هان عندنا كلاب بشرب ولا كان فلتته عندي. طبعا الكنفد يا اخوان مفيد جدا. الكنفد زي ما قلت لكم مفيد جدا جدا جدا، فيش داعي انه ينقتل او تمسكه ترميه في محل تاني، خليه ما بيأثر ما بضر شيء. بنظف بوكل، يعني انا جربت ربيت الكنافد عندي باكوش لا يرضوا ياكلوا خضرة ولا فواكه، بس كنت احط لهم عكارب، كنت احط لهم ام 44 صراصير، حتى حي صغيرة بمسكها الكنفود بكلها. الكنفود مجرم. فالكنفود كمان مرة اخوان مفيد جدا، انصحكم انه تخلوه حوالين المنزل ما بخوف. خذوا نسيم وفلتوا محل ما لقيته منيح حوالين الدورة. افلتوا غاد. انت شمال ايدك؟ نبيل وقعك عن السحسيلة. مين؟ نبيل. نبيل وقعك عن السحسيلة، وينه نبيل؟ في المنتزه. قديش عمره؟ شو بكرب لك نبيل؟ خوي. وقعك عن السحسيله. طيب انا بس اشوف ابوك بدي اقول له عنه. ما بيعرف ابوك. بيعرف انه وقعك عن السحسيله، بيطلعلوش نبيل يوقعك. طيب يلا بتسلم لي ابوك. خذه وفلته زي ما قلت لك. وحشه نسيم.